ويسعدكم يشرح صدوركم ييسر اموركم ويدلكم للصواب يبعد عنا وعنكم كل شر ومكروه يا رب العالمين. فلا حرقت تو جاي ورقد انا احترق قصيده اسلم ما عند من اسلم سالم لا هي القصيده اللي بقولها وانا بين اثنين مطاوعه الظاهر اني ممتازه العداد تبيني شفت الساق المشهور سم اسلم انا اقول سالم والله القصيده واجد لكن المشكله ان نحافظ القصيد اللي الحلو جبن حلو ان شاء الله انها يرضي الجميع ينجمد وهي الشاعر انا ان شاء الله انا محبوب عند الاغلب شفت العيد اللي قبل شوي اللي يقول جيب العيد لا لا هي ان شاء الله انها مهب يا سلام يقول سالم قصيده له محمد السكران المسي عليه بالخير يقول اخذت قلبي من ضلوعي ووصيت ايوه وعلمت همان ناحيله ورديت المشكله حلها مو في يدينا ما عندنا غير يعله ويا ليت ليت النهايات كذا النهايات ما ترحم ضحاياها ليت الغرامه اولها يشبه تاليتها في ليله حزنها يملا دقايقها غصبت نفسي على دربها ومريتها قلت اتحراه لين اشرح لها ظروفي ولا ادري ان ذا كلامه ما تحريت حسبي على الناس ما خلوه في حاله تدخلوا فيه حتى غيروا نيته تفريق الاحباب ذنب يكره ربي يسالهم الله عن جرحنا تلقيته ايه اللهم صل على محمد ضحك مطوع وضاعت الامور المهم يروح فيها لين يقول من كثر ما تجرح احساسي ما عاد ازعل الظاهر ان الحزن هذا تعديته من كثر ما راحوا احبابي من يديني لا شفت واحد ابيه يروح حبيته الله سلامتك الله اكبر صح انا جيت بين مطاوعه والله يكفيني الشر انا قبل شوي كنت اغني اليوم قال